اهلا بيكم في الفيديو الاستثنائي النهارده بخصوص توقف الدراسه لمده اسبوعين. فان شاء الله انا هبدا طبعا سلسله فيديوهات يعني خاصه بالجروبز اللي شغاله معايا، والنهارده هتكلم في الفيديو ده عن الوحده السادسه لليفل 2 او يعني في المستوى الثاني. طبعا المستوى الثاني احنا عارفين هو مكون من 3 وحدات اللي هو طبعا الوحده الرابعه والخامسه والسادسه، والنهارده طبعا هتكلم عن الوحده السادسه. طبعا عنوان الوحده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي هو اسمه My Sister Works Downtown. My Sister Works Downtown او يعني اختي بتعمل في وسط البلد. اليونت ده كله قايم على ايه؟ قايم على اني ازاي استخدم زمن البريزنت سمبل في حاله التكرار او في حاله العاده والروتين والفعل المتكرر اللي انا بعمله في حياتي يوميا اسبوعيا وات ايفر اي وقت. طبعا في فرق كبير ما بين ما يكون الفعل ده فعل مؤقت ولما يكون طبعا فعل ايه بعمله بشكل دائم. فطبعا القاعده بتاعت الفعل بالشكل الدائم ده انا بستخدم الفعل في المصدر، وبالنسبه بس مع هي وشي وات فانا بزود حرف اس للفيرب. فمثلا لو بقول انا اعمل فبقول اي ورك، لكن لو بقول هي تعمل فبقول شي وركس. فاضافه الاس بتكون هنا مش لجمع ولا حاجه، ولكن الاس هنا بتبقى كقاعدة يعني حالة فعل متكرر مع ضمائر مفردة، حالة فعل متكرر مع ضمائر مفردة. يعني مثلا هي أو شي أو إت، أو لو كان اسم شخص مفرد فأنا هنا بضطر إن أنا أزود حرف إس بس للفيرب. هنلاحظ حاجة إن أنا وأنا بزود حرف الإس برضو يعني أحيانا هضطر أزود إي إس، وده هيحصل لو كان الفيرب ليه بعض الإندينجز أو ليه بعض النهايات، زي مثلا اس اتش في كلمه واش يغسل بتبقى طبعا واشز، سي اتش في كلمه واتش طبعا هتبقى واتشز يشاهد، وكمان عندي مثلا حرف الاو زي كلمه جو بتكون جوز بالاي اس، وكمان بيكون عندي مثلا حرف الزي زي زي مثلا كلمه باز بتكون بازز اوكي، وكمان حرف الاكس زي كلمه فيكس يصلح بتكون طبعا ايه فيكسز. طبعا بالاضافه لكده ان لو الفيرب عندي كان انتهى بحرف واي فانا ببص الاول على الحرف اللي قبليه، ولو كان قبليه حرف كونسوننت يعني حرف ساكن مش من الحروف الخمسه، طبعا لو مش من الخمسه فانا هنا في الحته دي هضطر ان انا اشيل الواي واحط بدلها اي اي اس، زي مثلا فيرب ستادي اللي هو يذاكر هيكون ستاديز بس بالاي اي اس مع هي وشي وات. يبقى خلصت الحته دي، بس ايه ان انا بزود اس هنا مش مع ضمير الجمع ولا حاجه. احنا يا جماعه لما بنيجي نجمع اسم مفرد بس بنحط له اس، الاسم المفرد لما يتجمع يتحط له اس، لكن لما يكون الفيرب فيه اس ده مش معناه جمع ولا حاجه، الفيربز عندي في الانجليش ما بتتجمعش اصلا اوكي. فبالتالي اللي بيحصل ان انا الفيرب اللي فيه اس ده بيجي بس مع ضمائر هي وشي وات اوكي. ولو مثلا بتكلم عن شخص مفرد زي مثلا علي، علي مثلا يعمل يبقى علي works، جميل كده. طبعا بالاضافه لو كانت النهايات زي الاي اس والكلام ده كله هيمشي مع الضمير المفرد. طيب ده بالنسبة للإثبات. طبعا في الإثبات برضو بتكون في كلمات بتدل على التكرار ده، زي مثلا مين، زي حاجة بنسميها adverbs of frequency أو حالات التكرار، ودي بتكون مثلا زي كلمة always دائما، usually عادة، sometimes أحيانا، often غالبا أوكي. في كمان rarely أو seldom نادرا، وكمان في عندي hardly ever اللي هي معناها بالكاد او بصعوبة لما بعمل الفعل ده، او لما بقول بالمصري كده انا بالعافية لما بعمل الحاجة دي فبقول hardly ever والverb بعدها تمام. اخر واحدة فيهم تقريبا هي كلمة never، واللي never هنا او كلمة never بستخدمها في الزمن ده بمعنى ان انا عمري ما بعمل الحاجة دي. يعني مثلا لما اجي اقول انا عمري ما بدخن فطبعا يدخن smoke فبروح قال I never smoke تمام، I never smoke. مثلا هو عمره ما بيشتغل يوم الجمعة يبقى he never works on Fridays. ولاحظوا معايا هنا ان ما نسيتش برضو الاس مع الفيرب اللي هو جاي مع ضمير هي او شي او ات، لازم احط له اس. يبقى تاني كده he always او he never works on Friday تمام. فادي كده قاعدة الاثبات بتاعت اي فعل متكرر انا بعمله، مجرد باني بجيب الفاعل وبجيب وراء الفعل في المصدر مع هي وشي وات بس بزود حرف اس او اي اس، الديبنز يعني على حسب. لكن طبعا في النفي فانا طبعا في النفي محتاج فعل مساعد زي ما شرحت لكم قبل كده طبعا معايا في الكلاس، ان انا وانا بكون اي جملة فيها نفي لازم بيكون عندي زي بالمصري كده كلمة مش، يعني انا مش بعمل الحاجة دي او انا مش بكون كذا او انا مش كنت او انا مش هعمل. فبالتالي كلمة مش بالمصري بتبقى عبارة عن فعل مساعد مضاف اليه
كلمة not، ما بتجيش كلمة not لوحدها. لما اجي اقول انا مش بشتغل كل يوم او انا مش بعمل كل يوم، فهنا ما ينفعش اجي اقول I not work، لا الكلام ده غلط، انا لازم اجيب فعل مساعد احطه مع كلمة not. طب هنا لو لاحظت في الاثبات مفيش عندي فعل مساعد ظهر في البريزنت سيمبل، يعني لما جيت قلت انا اعمل قلت I work على طول، وهي تعمل قلت she works. طب الاثبات هعمل ايه او النفي هعمل ايه؟ هستعين بفيرب دو. اوكي فيرب دو هو دو طبعا في الانجليش في مكان تاني هي بتيجي بمعنى يعمل، يعمل اي حاجه زي يعمل الواجب مثلا او يعمل الشوبينج، يعني مثلا دو ذا شوبينج، دو ذا لاندري يغسل الملابس، دو ذا ديشز يغسل المواعين. اوكي ولكن هستخدم كلمه دو كمان واحط معاها نوت فيبقى اسمها دون. اوكي فهجيب دونت وكمان اجيب الفيرب بعدها. بس اللي هنلاحظه ان مثلا انا في الاثبات قلت مع هي شو ايت انا بزود اس، فايه اللي هيحصل في النفي؟ هل هقول مثلا هي دونت وركس؟ لا ده ما تقيل. فاللي بيحصل ان don't هنا بتسحب الاس من الفيرب، فبالتالي مع هي وشو ات ما بيبقاش بقى اسمها don't بيبقى اسمها doesn't، فبالتالي هي سحبت الاس من الفيرب، فبروح قايل هي doesn't work، هي doesn't work مش هي don't works. اوكي هي doesn't work. جميل. وطبعا كلمه works ده نطق غلط طبعا، هي اسمها works مش workes. اوكي تمام. فيبقى طبعا هستخدم doesn't وحصلتهم doesn't مع he وshe وit، وحصلتهم طبعا don't مع الضمائر الباقية اللي هي I, you, we, they، وطبعا البلورال الجمع لو كان مثلا عندي شخصين او اكتر فهنا هقول برضو ايه، هقول don't. تمام. والفيرب وراهم طبعا ايه في الاثبات. كمان قبل ما ادخل في اليونت ازاي اعمل question، وقلت لكم قبل كده طبعا عشان اعمل اي question في الانجليش فانا عندي حالتين من الquestion. الحالة الاولانية بنسميها yes or no question، ودي بتبقى عبارة عن ان انا بجيب الفعل المساعد في بداية السؤال وبيبقى معناه هل. اوكي بس للأسف هل في الانجليش مش عاملة زي الهل، هل بالعربي عندنا، هل بالعربي بحطها مع اي سؤال بسأله في اي زمن، يعني مثلا هل انت مصري ده كده صفة، طب هل انت بتشتغل كل يوم ده كده مضارع، طب هل انت اشتغلت امبارح، طب هل انت هتعمل كذا. لكن في الانجليش كلمة هل مختلفة حسب كل زمن للأسف، بمعنى ان انا هشوف هنحصل عن ايه. لو انا هسأل هنا في المثال بتاعنا عن فعل بيحصل بتكرار، مش هقول له مثلا are you زي ما احنا كنا شايفين في الصفة قبل كده، ما ينفعش اقول له are you work every day مثلا او is he work every day، لا مش هتيجي كده خالص. في حالة التكرار يا جماعة كلمة هل بيبقى do او does. اوكي طبعا اكيد وضحت بقى does دي هتكون مع مين، مع he وshe وit. يعني لما اقول لحد مثلا هل انت بتشتغل كل يوم كتكرار اهو، هقول له do you work every day، طب هل هي بتشتغل كل يوم؟ يبقى هقول له ايه؟ does she work every day. فاذا do و does هم هيقولي في البداية بمعنى هل. اوكي فادي فكرة المضارع البسيط او simple present او يعني مضارع متكرر ممكن نسميه كذا اسم. المهم في الاخر هو الفانكشن او الوظيفة بتاعته ايه، هو بيتكلم عن قاعدة التكرار، بيتكلم عن حاجة بعملها بشكل متكرر في حياتي. تمام ندخل في اليونت ونشوف التفاصيل كده. مثلا عندي exercise number one هو بدأ ببعض الفوكاب الخاصة بالترانسبورتيشن in the US، فبيقول مثلا هنا transportation in the US أو المواصلات أو النقل يعني in the US في الولايات المتحدة، وبيقول the top 8 ways to get to work. The top 8 ways to get to work. أولا the top 8 معناها أول 8، أول 8 حاجات، أول 8 طرق. أوكي to get to work، وهنا هقف شوية عند كلمة to get to. To لما بيجي لي وراها verb بيبقى معناها لكي أو علشان أو أن، على فكرة لكي أو علشان أو أن. تمام يعني مثلا إيه I study hard to succeed، أنا بذاكر كويس عشان أنجح. أوكي أو لكي أنجح. تمام لكن لو to جالي وراها place اسم مكان يبقى هنا طبعا معناها إيه؟ يبقى هنا معناها إلى، يعني مثلا I go to school every day، فسكول هنا noun مش verb بعمله. تمام فإذا هنا معناها إلى لو جالي وراها place، ومعناها لكي أو عشان لو جالي وراها verb في الـ infinitive، ودايما هيجيلي verb في الـ infinitive معظم الوقت أو في المصدر يعني في حالة كلمة to أو حرف جر to. فهنا المثال بيقول to get to work، طبعا get كنا حافظينها اللي هي verb بمعنى يحصل على. تمام ولكن جيت هو من الفيربز المطاطة أو اللي ليها كذا معنى في الإنجليش، إن ممكن حرف جر بيجي بعدها بيدي معنى غريب خالص، زي مثلا جيت لوحدها يحصل على، يعني مثلا I get a high salary every month، بحصل على مرتب كبير كل شهر مثلا.
جيت لو جالي وراها بقى تو بيبقى معناها arrive at او arrive in، بمعنى اصل الى. اوكي، فهنا بالمثال بيقول لي تو جيت تو ورك. هنا اكيد المثال كلمه ورك هنا نون على فكره بمعنى العمل، فبيقول هنا اول 8 طرق للوصول او لكي اصل او لكي يصلوا الى العمل. تمام، فاول واحد نمبر 1 درايف، 2 ووك، 3 تيك ذا باص، 4 تيك ذا سبواي، 5 تيك ذا ترين، 6 رايد ا بايك، 7 رايد ا موتور سايكل، ونمبر 8 تيك ا تاكسي اور ا كاب. طبعا درايف يعني كنا عارفينها يسوق. لما اجي اقول مثلا انا بروح الشغل بالسياره او بروح بالعربيه بقول اي درايف تو ورك، ما بقولش بقى اي تيك ماي كار تو جو تو ورك. بس الجمله قد ايه؟ لا طبعا بقول اي درايف تو ورك، بس اللي قدامي فاهم على طول ان انا معايا عربيه وبروح بيها. اي درايف تو ورك. ووك لوحدها يمشي طبعا، تيك ذا باص اخد الباص. اوكي، نمبر 4 تيك ذا سبواي اللي هو طبعا بالبريتش ليه كلمه ثانيه معناها اندر جراوند على فكره، اندر جراوند ده البريتش بتاع كلمه سبواي اللي هي مترو الانفاق يعني. اوكي، تيك ذا سبواي، تيك ذا ترين، تيك ذا ترين اخد القطر، رايد ا بايك اركب الدراجه، رايد ا موتور سايكل طبعا الدراجه البخاريه، وفاينلي اخيرا تيك ا تاكسي اور ا كاب. يعني بعض الناس في امريكا بيقولوا على كلمه تاكسي كاب، مش مشكله احنا عارفين الاثنين بقى تاكسي اور كاب، الاثنين تقريبا يعني ايه حاجه واحده. وانا عندي اكسرسايز بقى نمبر 2، هننزل بقى على اكسرسايز نمبر 2 اللي بيقول conversation nice car. الكونفرزيشن قايمه قبل ما نتفرج عليها ونسمعها، هو قايمه برضو على العاده او التكرار، هي بتساله عن حاجات في حياته متكرره وهكذا، وهو نفس الفكره، وهتتكلم هي عن اهلها تقريبا وهو هيتكلم عن اخته، فتعال نشوف اتكلموا ازاي. تعال بقى نسمع مع بعض المحادثه كده. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. شفنا الكونفرسيشن كلنا. كونفرسيشن بدأت بأشلي، هي بتكلمه وبتقول له نايس كار جيسون، سيارة جميلة يا جيسون. Is it yours؟ طبعا yours دي من ضمن البروناون اللي احنا درسناها في الوحدة الأولى اللي هي بتتكلم عن الملكية أو البوسيسيف بروناون، ضمار الملكية. إن أنا لو ذكرت حاجة اسم الحاجة في الأول وعايز أختم كلامي بكلمة مثلا ملكك أو بتاعتك أو بتاعتك، فأنا بجيب ضمير الملكية ده اللي هو بيكون دايما مضاف إليه حرف S. تمام، فعندي مثلا كلمة my تتحول تبقى اسمها mine، وطبعا your تبقى yours، و our ours، و their theirs. ما ننساش ان الضمائر اللي هي الاولانية اللي فيها اس انا مش هزود لها حاجة طبعا، زي مثلا كلمة has هتبقى has زي ما هي، و its هتكون its، فاذا مفيش غير بس ان انا لو لقيت الضمير من غير اس هزود له بس اس ما عدا كلمة mine. تمام، فهل هي بتاعتك؟ فبيقول لها no it's my sister's. لاحظتوا معايا في apostrophe s هنا، ابوستروف اس، او عايز اقولها بالمصري يعني دي بتاعت اختي. تمام، مش بتاعتي، دي بتاعت اختي. طبعا لو ما حطش ابوستروف اس طبعا هتبقى الجمله غلط، اتس ماي سيستر يعني العربيه دي هي اختي، فطبعا ده غلط يعني، لازم يحط ابوستروف اس عشان يعرف ان دي ملك لاختي او بتاعت اختي. شي هاز ا نيو جوب، لديها وظيفه جديده، اند شي درايفز تو ورك، وهي بتسوق للعمل. فاشلي قالت له از هير جوب هير ان ذا سابربس، از هير جوب هير ان ذا سابربس، يعني هل شغلتها هنا في الضواحي؟ طبعا الضواحي دي اللي هي بعيدة عن وسط البلد، يعني الأماكن البعيدة عن وسط البلد. قال لها No it's downtown، لا دي في وسط البلد. فأشلي قالت له My parents work downtown، ماشي أنا بابا وماما شغالين في وسط البلد، But they don't drive to work، بس ما بيسوقوش وبيروحوا الشغل بالعربية. شايفين طبعا عايز تقول له هما مش بيسوقوا أو مش بيروحوا الشغل بالعربية أو مش بياخدوا العربية بيروحوا بيها، جابت كلمة drive بس ونفتها بكلمة don't. Okay، they don't drive to work، they use public transportation، بيستخدموا الـ public transportation أو المواصلات العامة. تمام،
طبعا هو بيقولها the bus or the train، يعني الحافلة أو الأتوبيس يعني، ولا الترين القطر. فقالت له the train doesn't stop near our house. شايفين معايا هنا مع الترين، قالت له the train doesn't stop يعني ما بيوقفش قريب من بيتنا. معنى كده ان ده فعل متكرر. خدوا بالكم التكرار ده ممكن يكون بالنفي عادي، مش مشكله. يعني انا مش بعمل الحاجه دي كل يوم، فيبقى اجيب done واجيب وراه الفيرب. مثلا ايه؟ I don't drink tea every day. انا مش بشرب شاي كل يوم. تمام؟ I don't drink tea every day. فهنا لما قالت له the bus doesn't او the train doesn't، طبعا train ده مفرد غير عاقل، فياخد doesn't ما ياخدش don't طبعا. doesn't stop near our house، ما بيوقفش قريب من بيتنا. So they take the bus. إذن هم بياخدوا الايه؟ الباص. It's really slow. راح هو رد عليها، طبعا really slow يعني هو بطيء جدا. فرد عليها، دايما لما يجي حد يقول لي يعني bad news او خبر سيء، وانا عايز اقول له بالمصري يا عيني معلش مثلا، هنعمل ايه؟ معلش. دايما في الانجليش هو اكسبريشن واحد بس اسمه that's too bad. ممكن كمان نشيل كلمه that's خالص ونقول too bad بس، هيبقى معناها برضو يا عيني معلش. يعني اما يكون بتاسى على حد قال لي يعني باد نيوز او حاجه زي كده. طيب عايزين طبعا نطبق بقى الكلام ده، بس قبل ما نطبقه هننقل للاكسرسايز نمبر 3، واللي بيقول word power او النيو فوكاب يعني الكلمات الجديده. بيتكلم عن الفاميلي. هنا جايب صوره مصغره للاسره، ما جابش الريلاتيفز القرايب، ولا جاب الان لوز اللي هم النسايب، ولا جاب الستبس اللي هو زوج الام ومرات الاب وهكذا. لا، هو جايب بس اب وام وواد وبنت. فطبعا زي ما انتم شايفين البيكتشر معايا، في عندي الراجل اسمه بول والام اسمها ان. طبعا بول مكتوب عليه هازبند، هازبند زوج، وايف الزوجه، هازبند مش هازبند، اوكي هازبند حد لان بس هازبند اور وايف الزوجه. طبعا كمان مكتوب عليه فادر، فادر الاب، وطبعا ماذر الام، والاثنين مع بعض جمعهم في كلمه واحده اسمها بيرنتس او الوالدين. هما الاثنين طبعا خلفوا مين؟ خلفوا son الابن، و daughter daughter تاني كده daughter daughter الابنة. الاثنين مع بعض son و daughter كونوا لي حاجة اسمها children. ولو كانوا صغيرين في السن على فكرة ممكن ما نقولش children، ممكن نقول kids بدلها. يعني هي children و kids حاجة واحدة، بس لما بيكبروا شوية ما ينفعش اقول kids عليهم، بقول ايه يعني children. طبعا في عندي brother الاخ و sister الاخت، brother sister. طبعا brother اسمه جيسون، وايميلي اللي هي طبعا ايه sister. طبعا قبل كده شرحت موضوع الابوستروفي اس او حرق اسم الملكيه بنسميها كده بالمصري، اوكي. اسم الملكيه دي جبتها بمثال سهل قوي، لما اجي اقول مثلا ايه this is احمد كار، this is احمد كار. هنا ما ينفعش اقول الجمله دي بالطريقه دي، غلط خالص. لان طبعا ايه this is احمد كار يعني هذا يكون احمد سياره، يعني والده اسمه سياره. طبعا الكلام ده غلط. طب انا عايز اثبت ملكيه السياره دي لاحمد، هعمل ايه؟ حاجه على اسم احمد واروح حاطط له بس ابوستروف اس، وبعد كده اجيب الاسم الحاجه بتاعته، عشان اللي بيقرا او اللي بيسمع يعرف ان الحاجه دي مش اسم ابوه ولا حاجه، ده ايه دي ملكه. تمام؟ فدي الغرض من ابوستروف اس يعني. طب نفس الفكره لو معايا زوجه اسمها منى والزوج بتاعها اسمه احمد، فواحد بيقول لي هي مين منى؟ فانا عايز اقوله دي زوجه احمد. تتقال ازاي؟ نفس الفكره، بروح جايب احمد الاول وحاطط له ابوستروف اس واجيب وراه كلمه وايف. يعني مثلا هو از منى، من هي منى؟ يبقى شي از احمدز وايف. خدوا بالكم مش احمد وايف على طول، شي از احمدز وايف. جميل كده؟ طب نفس الفكره، مين هو احمد؟ يبقى احمد از ها منى's husband، منى's husband. جميل، يعني هو زوج منى. طب مثلا لو هما الاثنين خلفوا مثلا علي، طب علي ده مين بقى؟ انا عايز اقول ان علي ده هو مثلا ابن احمد. تتقال ازاي؟ يبقى علي از، اروح جايب احمد الاول واحط له بصرف اس واروح قايل بعديه صن، يبقى علي از احمد صن. طب علي هو ابن منى، يبقى علي از ها منى's son. وهكذا لو كانوا خلفوا بنت مثلا اسمها سلوى for example، يبقى هو از سلوى، سلوى از ها منى's daughter او از احمد's daughter. فهي الفكره بقى بتيجي كده في موضوع ايه النسب، يعني ان ده ابن ده او ده زوج ده، ده زوج دي سوري او دي زوج ده. فبتيجي بالطريقه دي، لا بذكر اسم الشخص الاول، اوكي، مش اللي انا تركيزي عليه. خدوا بالكم انا يعني منى زوجة احمد، انا هنا تركيزي في الاساس على منى بقى، مين هي منى. بروح جايب زوجها الاول وهحط له بصرف اس واجيب بقى ايه صفاتها بالنسبه له ايه. منى از احمدز وايف. تمام؟ فطبعا الاكسرسايز هنا طبعا ده هحسبه لكم طبعا تجربوه. هو بيقول هنا في نمبر 1 ان از بولز وايف، يعني ان هي زوجة بول.
ف نمبر 2 جيسون وايميلي، عايزين نعرف ايه صفاتهم. طبعا جيسون ده كان الولد وايميلي البنت، فهنا راح قايل ايه جيسون اند ايميلي ار ذير، هيكونوا ايه بالنسبه للي فوق؟ هيكونوا طبعا اولادهم، يبقى ار ذير تشيلدرن. طب تخيلوا لو مش عايز يكتب في كلمه ذير على فكره، ممكن يكتب اسماء الاب والام ويحط برضو ايه ابوس في اسم كل واحد فيهم. نمبر مثلا 3 بول، بالنسبه ايه لان، طبعا بول هو الراجل وان هي السيده، فراح قايل بول از انز طبعا ها هازبند، وجيسون از انز هيبقى طبعا سن اوكي، وايميلي از بولز طبعا ها دوتر اوكي. فادي الفكره ده كده بالنسبه لموضوع الابوستروف اس الخاص بالنسبه للفاميلي. طب لو نزلنا بقى تحت شويه هنسيب بقى الموضوع ده وهناخد بس الاكسرسايز اللي جاي ده واللي بعديه، ونكمل ان شاء الله فيديو تاني باذن الله نكمل في اليونت. نمبر 4 هنا بيقول جرامر فوكس سيمبل بريزنت ستيتمنتس، وهنا جايب لكم المضارع البسيط المتكرر اللي بيتكلم فيه عن الاثبات ستيتمنت الجمل الخبريه، وكمان جاب النيجاتيف. طبعا الامثله واضحه قدامنا اهي، I walk to school I don't live far from here، انا مش عايش بعيد عن هنا. You ride your bike to school، انت بتركب دراجتك للمدرسه. You don't live near here، انت مش عايش قريب من هنا. He works near here، هو شغال قريب من هنا. He doesn't work downtown، لكن هو مش شغال في وسط البلد. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. هي بتاخد الباص مش بتسوق العربية. We live with our parents. عايشين مع والدينا. We don't live alone. مش عايشين لوحدنا. وكمان they use public transportation. They don't need a car. طبعا بيقول لي هنا في الكونتراكشن أو الاختصار إن كلمة don هي اختصار لكلمة do not. Okay. Doesn't هي اختصار برضو لي does not. بالنسبة للساوند يا جماعة تاني، الساوند الأمريكي صح، هي اسمها دون مش دونت، ما بطلعش التي قوية كده أوكي، دون. وكمان دوزن دوزن نفس الفكرة، ما بطلعش برضو التي قوية في كلمة دوزن. جميل. طيب ننزل بقى تحت لي exercise number A، واللي بيتكلم عن الراجل الزوج اللي هو كان فوق اللي هو اسمه بول، اسمه بول كارتر، is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms then compare with a partner. طبعا هنا جايب لكم طبعا choices، فطبعا ال choices دي قايمه على ايه تاني يا جماعه؟ قايمه على ال present simple، ان انا مع he و she و it الفيرب بحط له اس في الاثبات، لكن في النيجاتيف بجي طبعا don و doesn't. وطبعا ده يعني هسيبه لكم طبعا homework، لو في طبعا اي تفاصيل يبقى طبعا في الكومنت هتكتبوا لي طبعا لو محتاجين اي تفاصيل اللي انا اساعدكم فيها في الجزئيه دي. تمام. وطبعا بالنسبه اللي بيشوفوني برده على الواتساب، انا برده موجود في الجروب على الواتساب بالنسبه للليفل ده. تمام. برده تسالوني عن اي حاجه. اخيرا الصفحه اللي ورا هو تكمله برده للبريزنت سيمبل تاني، الصفحه اللي بعديها على طول يا جماعه، اللي بيقول فيها سيمبل بريزنت ستيتمنت ويز ايريجولار فيربز. قصده هنا بالايريجولار فيربز الافعال الشاذه في المضارع اللي هي مضاف اليها اي اس، يعني مش اس على طول، مضاف اليها اي اس، وده اتكلمت عنه في بدايه الفيديو النهارده. وكمان الحاله بس الوحيده اللي ما اتكلمتش عنها هي كلمه هاز، هختم بيها الفيديو بس. كلمه هاز او هاف هما الاثنين بيندرجوا تحت فيرب اساسي اسمه هاف. تمام. ناخد بالنا كده، هاف هو ده الفيرب الاساسي الانفينيتيف، بيطلع منه هاز وبيطلع منه هاف برضه، يعني نفس الشكل. طب ايه الفكره دي؟ الفكره ان زي ما قلنا ان هاف او هاز هو في الاساس معناه ايه؟ يمتلك او يتناول او يقضي وقت. يمتلك يتناول يقضي وقت. طبعا لما اجي احول الفيرب ده بالنسبه لهي وشو ايت في الاثبات، فانا مضطر ازود له اس، يعني هي كلمه هاف مضطر احط لها اس طبعا عشان يبقى اسمها هافز. بس هافز دي مش مظبوطه في الانجليش للاسف. هو الفكره اللي بيقولوا ايه؟ ان احنا نستخدم بدلها كلمه اسمها هاز، بس تبقى عارف ان هاز دي عباره عن ايه؟ هاز هي عباره عن هاف مضاف اليه اس، بس احنا يعني عاملين اخفاء للفي اي، حرف الفي اي اللي هو كلمه هاف ده شايلين الفي اي شويه كده وحاطين اس بدلها، تصطدم مع هي وشو ات. طب ليه بقول الحته دي؟ لان طبعا لما حاجة انفي واصطدم دونت ودازنت، اوعوا تنسوا بشيل الاس من الفيرب. فمعنى كده لو عايز اقول مثلا احمد لديه سياره بقول احمد هاز ا كار، لكن لما اجي انفيها هقول ايه؟ هقول احمد دازنت، هشيل الاس من هاز بقى، هل هتفضل دازنت ها واسكت؟ لا طبعا، بيرجع بقى الفيرب بعد دونت ودازنت ليه؟ المصدر تاني، والمصدر بتاع هاز وهاف هو مين؟ هو هاف. فاذا نفي كلمه هاز هيكون دازن هاف. تمام كده،
نفي كلمة has تاني هيكون doesn't have. فهو هنا طبعا بيتكلم في الجزئية دي، فانا هسيبها لكم بقى ان شاء الله تحلوها. طبعا انتظروني في فيديو تاني عشان اكمل اليونت ده معاكم لحد ما نرجع ان شاء الله بالسلامة للكورس بتاعنا. اتمنى لكم يا رب الخير كده دايما، وربنا يحمينا يا رب من الفيروس ده. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي، مع السلامة.